بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم القيء؟ من أي ناحية؟ من ناحية نجاسة. القيء ليس بنجس سواء من الصغير أو من الكبير، إلا إذا وجدت دليلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فخذه، لأن القيء كما تعلم يكثر وقوعه من الناس، فإذا لم نجد في القرآن ولا في السنة أنه نجس فليس بنجس، كما أنه لا ينقض الوضوء أيضا. نعم.